طارق الحلبي يهنئكم بقدوم شهر رمضان المبارك، ويتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا هنيئا. ولا تنسوا أن تتابعوا أعماله الرمضانية على قناته على يوتيوب، وكل عام وأنتم بألف خير. ايش بك؟ لا تبكي. امي قتلتني. وليش قتلتك؟ ايش اذيت؟ كنت عالبخري ولا ما تشطفت نسيت؟ اتعبى بنطروني خري ولا امي قتلتني؟ تفي يا طيب، وانت ليش ما اكلت هوا نظف حالك؟ ايه نظفت، طلعت لك نشح. نشح؟ نشح شو؟ نشح من بيتنا كله نظفته. يا حمار، بقصد ليش ما تشطفت؟ إذا صرت أضل بديش مو عيب عليك؟ طيب إيش أعمل مثلا؟ كنت عبخري ونسيت أتشطف. يا أصبح تستاهل القتلة. إيه بس أنا ما عببكي مشان القتلة. لك مشان شو؟ عببكي لأني ما عندي غير البنطرون وتعبى نجف. طيب قوم أعطيك بنطرون من عندي. تفي يا، ليش أنا جنيت حتى ألبس من عندك؟ شي بقرف بقرف أنا. أعطيني 500 دولار مشان أشتري بنطرون كويس يكون ماركته أديداس أحبه. وأعرف مستعرف كمان، وبدك أعطيك 500 دولار. يا ربي، وبعدين مع الحالة، والله مليت لحالي، ما لي حدا أروح لعنده وما في حدا يجي لعندي. اوف، ايمت بدي اتجوز؟ يا ربي دخيلك بس، يا ربي فرج عني، يا رب يا رب. قوم ضبب اغراضك بسرعة، جبت سوزكي مشان نحمل اغراض البيت. اغراض شو؟ انا سوزكي؟ اغراض شو يعني؟ قررت ابيع عفش البيت. وشلون يعني تبيعها؟ انت جدبة ولا بتجدبة؟ عباش دبة، قوم ضبضب اغراضك بسرعة مشان ما اعصب عليك واجي اعمل لك قتلة. ها بتعرفني شقد عصبي انا؟ ايه لا، الظاهر انا اللي بدي اعمل لك قتلة. لا يستر عرضك، خليك قاعد مكانك احسن، انت مثل التيس. اصبح هاش فلسفة ونقلع من خلقتي، تضرب بهالمنظر. ماشي، كنت بدي اضربك وعفسك، بس المشكلة متكاسل أنا هلأ. ما بعرف إذا أنت بتعرف، بس أنا بعرف لأني بعرف كتير شغلات عني، كلهم أنا بعرفه لحالي. لك شو مهمش بطيخ، اتركني بحالي. لك اتركني بحالي، مالي ناقصك. ماشي، لك بربك خليني أبيع عفش البيت، والله لازمني مصاري، بدي أتجوز. لك يا ندل، ليش بيت اللي خلفوك حتى تبيعه؟ خلص انا بتكلف في جهزتك. اذا هيك موافق، يلا امشي معي. لوين؟ لك لعند حبيبتي مشان اتجوز، مو انت قلت لي متكفل بجهزتي؟ إيه لا، ما بروح مكان، جيبها لهون مشان اتجوزكم. طيب ماشي. هي هي حبيبتك؟ ايه هي هي حبيبتي، هي ام اصنام الصنانين الصنونات. انت بتحبي لها البغل؟ ايه انا بموت عليه، بحبه كتير. طيب وايش بدك مهر منه؟
لا بدي بالنفسي، بدي بس يكون زلمه. لك يا بنت الحرام، هلا وقت قصف الجبهات قولي له بدك $1,000,000 مشان يعطيكي إلك وانت تعطيني إلي، لاني بحب المصاري انا. ماشي، قال شبه مش بده $1,000,000. يا واطي قلت لي $1,000,000 بقى ما وبدك تبيعها في شبيتي مشان تتجوز. لعنة أم الحكي، خلص ما بقى بدي مهر، بتجوز ببلاش مشان أكسب حسنة منها. طي حرام بزعل عليها أحيانا لأني ما حدا بتجوزه غير أنا. لك ما أهبل منك إلا منها، طنجرة ولقت غطاها. خدها 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 وروح اتجوزه. طيب امشي رو معنا مشان اتجوزه، لاني بخاف منه انا، بلكي عملت لي شي. بخاف انا، بخاف كتير اضل لحالي. وشلون اروح معكم اولادهم؟ يا عم تضربك لا تصير مرتك هاي، ايش اخذني معكم انا؟ طيب بخاف ايش اعمل يعني؟ اذا بتخاف لا تتجوز، ايش دخلني انا؟ طيب مو قلت لي اني انت بتكفل بجازتي؟ انت اتجوزه وانا بقول على اساس قدام رفقاتي اني انا متجوزه. لك شو مهمش لا تتحيوان، انا بدي اتجوز هيك منظر؟ بعد شلون انا اتجوزها وانت تقول قدام رفقاتك اني مرتك؟ لعم اتضربك. لك مشان اشوف حالي قدامهم اقول لهم انا صرت كبير ومتجوز، مو مثلكم لسه ماني متجوز. يا شي بقرفت فيه. كلام شمهمش صح، لازم انت تتجوزني. ها شفت شلون؟ لا ايش تتجوزيني او تتجوزني؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ربي دخيلك. الحمد لله ما نام، الحمد لله يا رب. تتجوز حبيبتي مشان اصير زلمه؟ اتجوزني؟ كل يوم بطعميك بوزة وشاورما حسابي انا. اتجوز لحبيبتي ايش بك مبحلق؟ ايش بك افتصت؟ يمكن مات من جمالي. ولهون بكون خلصت الفيديو احبابي، مشاهدة ممتعة ان شاء الله. بتمنى كلياتكم تتابعوني على الفيسبوك وعلى برنامج اليو ناو، كل يوم عم بفتح بث مباشر وعم بلعب انا والمتابعين العاب لو خيروك، قصف جبهات، كل شيء مشكل منور عم نلعب. اللي بحب يطلع معي عم بطالعه، واللي ما بحب بس يكتب لي تعليقات برد عليه كمان. بتشرف فيكم كلياتكم، وبتمنى كلكم تتابعوني على الفيسبوك كمان، بس تدخلوا على الرابط حطوا لي متابعه بس. والله العظيم عم نتعب كثير مشان تشوفوا هالعشر دقائق، فقدروا تعبنا. واللي بحب شمهمش كمان، اللي بحبه يدخل باول تعليق بدي احط رابط قناه شمهمش، عم نزل فيديوهات حلوه، عم ابدع شمهمش. فاللي بحب، اللي بحب ما بجبركم انا، اللي بحب يدخل على اول تعليق ويضغط على الرابط يشترك بقناه شمهمش. ومشاهده ممتعه مره تانية، وصلوا على الحبيب محمد، وان شاء الله تكون عم تعجبكم الحلقات. انتظرونا بحلقات جديده وسلام. بتتذكري ايام زمان كيف تترجيني لما حبيتك يخرب بيتك صرتي بتكرهيني، قالوا لي عنك انك داهيه وبتخونيني، انضبي خوني صوني لجهنم الي انسيني. حرقتي قلبي يلي كان ايدك مفتوح، اتذكري قصتنا كيف كانت عسطوح، برمح البصر بشوفك مع غيري وقلبي مجروح، بدك مصاري قليلي بعطيك بشبعك بروح. حبيت جنت إلك حنيت فيك انغريت، علقت صورتك بقلبي وعيوني وبكل البيت، قالوا لي انك فيروس كورونا قلت يا ريت، لانك اخبس وعلعن انسان لاجلك بكيت. اتذكري كيف كنتي حنونة ايام زمان
ونطلع انا وانتي عالشجر نقطف رمان ونلعب مع بعض.